السلام عليكم، ياكم عبد الحق الناصري وحلقة جديدة من الباحث. حلقتنا اليوم راح نتحدث بيها عن فضيحة بكل المقاييس، حادثة تسببت بثورة داخل مصر، وبسبب فساد الحكومة تسببت بمقتل أكثر من 1300 شخص. حادثة ما تزال إلى اليوم تفاصيلها مبهمة، لكنها وضعت تركيز على الحكومة المصرية والفساد اللي تمارسه. راح نتحدث اليوم عن تايتانيك مصر، عبارة السلام 98. فشنو القصة؟ لا تفوتني حلقة خليكم وياي. قبل ما أنسى، لا تنسى تدعمني بلايك، اشترك بالقناة، تفعل زر الجرس لأن فعلا يساعدني، ويلا خلكم بالحلقة. مختصرا، عبارة السلام 98 هي كانت عبارة صغيرة انشئت في إيطاليا، وكانت للنقل الداخلي، تنقل ما يقارب 500 شخص و 200 سيارة فقط، إلى أن تم تطويرها عام 1990، وقامت تشيل أكثر من 300 سيارة وأكثر من 1200 شخص. وفي عام 1998 اشتراها تاجر مصري اسمه ممدوح إسماعيل، وهو كان أحد أعضاء البرلمان المصري وأحد الرؤوس الكبيرة في مصر، وسماها من بوشكش سماها عبارة السلام، نسبة إلى الشركة اللي هو يملكها اللي هي اسمها السلام. سماها 98 لأن اشتراها عام 1998، وكانت المركب ماشية بشكل ممتاز ومسوية أكثر من 400 رحلة بين مصر والسعودية. بس أكو أشياء كانت علامات استفهام لهذه العبارة. أول شيء، العبارة كانت ما يتم صيانتها بشكل دوري، بسبب إنها تتكلف من الناحية المادية بسبب الصيانة طبعا، والسبب إنه ما تخضع للصيانة وحسب الضوابط، إنه صاحبها هو أصلا برلماني فيمشولوا إياها من خلف الستار. أما النقطة الثانية، فكانت عبارة السلام تشيل أكبر من طاقتها بكثير، إذ إنها كانت تشيل أكثر من 1400 شخص، وبالإضافة إلى إنها كانت تشيل عدد أكبر من السيارات، ناهيك عن إن هذه العبارة كانت محتكرة النقل بين ميناء سفاجة وبين ميناء غبة في السعودية. وفوق كل هذا، ما كانت تخضع للملاحة المصرية بسبب التهرب الضريبي، لأن عبارة السلام كانت تجي من ميناء سفاجة تشيل علم بنما، وهنا اكو اتفاقيات انه هذول الدول ما عليهم جمارك، وهذه العبارة كانت تتهرب من الضريبة بهذه الطريقة. وعام 2006 تحركت العبارة من ميناء غبا كالعادة متجهة الى ميناء سفاجة في مصر، وكانت هذه العبارة تحمل أكثر من 1400 إنسان، بالإضافة إلى أنها كانت تحمل 664 سيارة، 645 حاوية، بالإضافة إلى 9 مقطورات تخص الناس وبضاعتهم الغراضهم الجابية من السعودية. وكل هذه الغراض كانت موجودة في جراج السيارة أسفل السفينة، وفعلا أبحرت في تمام الساعة 6:30 من ميناء سفاجة، استمرت بالسير لمدة ساعتين إلى أن وصلت تقريبا الساعة 8:30. من وصلت الساعة 8:30 بدأوا الناس يشوفون دخان. هناك هم راح نرجع على نقطة مفصلية، وبسبب أيضا فساد الشركات سبب الحريق هذا، كان مجموعة من السواقين السيارات ما النقل الموجودة اللي هي 9 سيارات نقل موجودة أسفل السفينة كانوا موجودين، وشعل أحدهم بابور أو إحنا نسميه شولة إلى آخره، شعل وكانت تسده أشياء قابلة للاحتراق، وهنا شعلها فاشتلت أشياء قابلة للاحتراق. هسه راح يجيني واحد يقول لي يا عبد الحق، شاب سايق السيارة أسفل السفينة، هنا راح أقول لك الفساد اللي صار. الشركات النقل اللي تجيب البضائع من السعودية إلى مصر كانت تسترخص إنها تدفع للناس فلوس تذكرة تيكت حتى يركبون بالسفينة ويصعدون من خلال الجراج السيارات.
فالسواق كانوا موجودين اسفل وشعلوا هذا البابور واشتعل، اشتعلت النار وهنا بدات اعمده الدخان تتصاعد والناس بتشوف، وبدا الناس يصيرون قلق واعلن قبطان السفينه انهم يلبسوا سترات النجاه لكن مو شيء يخوف وهي مجرد حريق بسيط راح نسيطر عليه. هنا الناس ما كانت تدري بالخطر اللي قاعد يداهم، فصعدوا مساعدين القبطان قالوا له انه اكو دخان نار، فقالوا لهم افتحوا المياه اكو مثل بوابات تفتح المي يصعد المي من البحر وتنسد حتى يطفون الحريق او شيء من هالقبيل، وكانت بيها مجاري مجرد مجاري حتى تصرف المي. فمن جو فتحوا البوابات هذه البوابات قامت ما تنسد فصعد المي على السفينه بسبب انه المجاري اصلا ما تم تسليكها، وهذا سبب الى انه البوابات ما عادت تنسد والمي ما عاد يتصرف وصعد المي اكثر من قابليته. وهنا نرجع لنفس النقطه الى انه عدم الصيانه الدوريه للسفينه، فقالوا لهم المساعدين مالتو عندي مشكله اكبر وهي تعطل ضمان السفينه. ضمان السفينه هو اللي يحرك السفينه باتجاهات معينه، فبسبب تعطله راح تصير السفينه مثل الريشه بالمي وما تقدر تاخذ منحنى اخر، فصارت صعبه الاستجابه. فقرر قبطان السفينه انه يسير الى الأرض. واستمر الحريق لمده 4 ساعات. هسه راح يجيني هي مو انحرقت لمده ساعتين، ليش ما تعود الى ميناء السعوديه بمكان ما تتجه الى مصر؟ هنا شنو انت ما شريت ويانا؟ مو قلنا احنا ضمان السفينه تعطل اصلا. ويبدو انه قبطان السفينه ما كان بذلك الذكاء بالمهنيه الكافيه. يبدو محصل الكتروني لك. قال لهم افتحوا بعض الابواب حتى تطلع الدخانه. هو ما يدري النار من راح تشم الاكسجين راح تزيد، فزادت النار بشكل كبير جدا ومالت السفينه 6 درجات. وهنا قرر القبطان انه يقول لهم للناس روحوا يمين حتى تتعدل السفينه، هي مالت 6 درجات باتجاه اليسار، فقال لهم للناس روحوا يمين حتى تتعدل السفينه. وهذا اللي سمعناه بالصندوق الاسود التابع للسفينه اللي جابوا الضفادع البشر. والسبب ايضا السفينه ما قامت تتعدل باتجاه معين لان السيارات اصلا ما مربوطه، فقامت السيارات تروح بالاتجاه المعاكس فقامت السفينه تندفع اكثر. وهنا نرجع لنفس النقطه الى عدم الصيانه وعدم التركيز على تحميل البضاعه، ناهيك ان البضاعه اصلا اللي بدات تحترق اصلا التابعه للناس وجنطهم كانت ما مرصوفه بشكل جيد فمحطوطه شلون ما كان. وفوق كل هذا القبطان السفينه يصيح للناس انزعوا الستر البسوا الستر، فالناس بدات تتكاوت على الستر، ناس بدات بعد ما شافت السفينه بدات تغرق، واستمر الحريق لمده 4 ساعات، بدات السيارات تنفجر والناس تموت بشكل فظيع جدا ويصيحون اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله كمحاوله منهم الى انهم يحسنون الخاتمه على الاقل. وبعد 4 ساعات مالت السفينة على 20 درجة، والرباني ما يستاهل يستمر يقول لهم تحركوا يمين وتحركوا شمال، فالمنظر كان مأساوي خصوصا بعض الناس بدأت ترمي أطفالها من السفينة محاولة منهم لإنقاذ الأطفال على الأقل، إلى أن وصلت ميلان السفينة إلى 25 درجة وهنا اصطدمت بسبب ضغط المي، بدأت تتفجر النوافذ ويدخل المي من جميع الجهات وبدأ الناس يغرقون كلهم. من الأشياء الفظيعة اللي يحجوها الناجين يقولون إنه كان الناس تسحب ناس لأن مثل ما يقول غريق يتشلب بقشاية فكانوا يشلبون بعضهم فيغرقون اثنينهم. فوق هذا كل المأساة اللي صايرة كان البعض أكو قوارب النجاة اللي منفوخة صعدوا بها أكثر من عدد الناس وبدأت تنزل، فالبعض الآخر رفض يصعد أكبر من الحمولة وقاموا يطردون الناس فيقولون أنه إحنا ننجي بجلدنا، بس كانت الدنيا عتمة وليل وما حد يشوف إلا صوت البحر والبرد. هسه يقول لي واحد أكو قوارب مطاطية شو ما صعدوا بها؟ هنا راح نجي نفس النقطة أنه عدم الصيانة للسفينة سببت هذه الكارثة،
بسبب انه هذه القوارب المطاطية الموجودة المفروض داخل صناديق او معلقة حول السفينة الموجودة بالداخل، واول المفروض اول ما تلمس البحر تربو تطلع قارب للنجاة، كانت ما تشتغل اصلا، لان ايضا نفس النقطة انه ما تم صيانتها. اما القوارب الحوالي السفينة فكانوا الناس تصعد فوقها على امل انها اول ما راح تمسك البحر راح تعوم، بس المصيبة هم كانوا صاعدين فوقها وهي مربوطة بزناجيل ما تنفكها اصلا. وهذا الموضوع استمر لمدة 24 ساعة، الناس تغرق وتموت وناس تاكلهم القرش وغيرها من الفظائع اللي كانوا الناس يشوفوها. راح اعرف لكم كثير من شهود العيان اللي كانوا موجودين بالحادث. هسه راح يجيني واحد يقول لي ليش يا عبد الحق ما قبطان سفينة ارسل انه نداء استغاثة؟ هنا راح نرجع لنفس النقطة، كان شخص يبدو انه ما عنده معلومات كافية او انه مكابر على نفسه وما يريد يدز لانقاذ السفينة، فيقول له، وهذا راح نسمعه بالتسجيل، يقول له مساعده السفينة تغرق قبطان، هو يتكلم بموضوع ثاني خالص كأنه ما قاعد يشوف. راح ضحيت هذه الحادثة اكثر من 1200 شخص جميعهم ماتوا غرق، ما تم انقاذ الا 200 شخص. والغريب انه ال 200 شخص اللي تم انقاذهم ما تم انقاذهم عبر مفارز او السفن اللي دزتها الدولة، لا، تم انقاذهم من خلال السفن الاخرى اللي تجي من يمهم، اللي محملة غاز، اللي محملة نفط الى اخره، تجي من يمهم وتشيل هل اللي تقدر تشيله من العايشين، لان السفن اصلا ما كان عندها علم انه اكو سفينة غارقة بذلك الوقت. وحتى السفينة اللي اسمها سانت كاترين مشت من يم السفينة بلحظة الغرق وما ساعدت اي احد، واكتفت هذه السفينة انها فقط تبليغ المسؤولين عن هذا الموضوع بحجة انها تنقذ نفسها. وهذا راح يقودنا لموضوع ثاني، ليش انه اذا وصلت هذه الكارثة وصلت الى الحكومة ليش ما تم البحث عن هذا الموضوع؟ هنا راح نجي لنقطة اخرى، بسبب عضو البرلمان المعروف تم التعتيم على الموضوع ومحاولة الى طمس الهوية، بس هذول 1200 شخص شلون؟ عموما يقول الناجين من هذه العملية شافوا بس طيارات تاخذ فرة فوقهم وتمشي كأنهم قاعد يتفرجون على الكارثة اللي قاعد تصير، لكن أين اختفى ربان سفينة؟ هنا راح تكتمل الخيارين، الخيار الأول يقول بعض شهود العيان أنهم شافوا ربان السفينة أو قبطان السفينة ركب بأحد قوارب النجاة وفلت هو ومجموعة من المسلمين، لكن يقول البعض الآخر شافوا قبطان السفينة يبكي وما بيده حل وقرر انه يموت داخل السفينه. فهنا تحتمل خيارين. تم القاء القبض على قائد عباره السلام في مصر عام 2012، يعني بعد 6 سنين من الحادثه في احد الفلل اللي تابع لمنطقه الكينج في الاسكندريه، وهو يرقد الان بالسجن بتهمه هذه، بس الاعلام ما سلط الضوء عليه واختفى موضوعه، هل تم تهريبه ما اعرف. اما ممدوح اسماعيل عضو البرلمان وعضو الحزب الوطني راح الساعه 7:30 الصبح، يعني هي المفروض تصل الساعه 2 بالليل، وراحت 7 الصبح على الموانئ وبلغ عن اختفاء السفينه وقال لهم انه اختفت السفينه، فقدت الاتصال بها. زين هي المفروض تصل الساعه 2، شلون هسه يلا فقدت الاتصال بها وهي السفينه قاعده وتغرق بذلك الوقت؟ وهذا السبب انه على حتى يحصل فلوس من التأمين الموجود على السفينة، علما انه هذا الشخص نفسه تسبب بحادثة غرق ايضا في عبارة السلام 95، يعني اكو سفينة قبلها والاخ خبرة بغرقها وهي اصطدمت بسفينة قبرصية للعلم دي. ويبدو انه ممدوح اسماعيل كان يتمنى انها تغرق حتى يحصل على فلوس التأمين. بعد ما انتهت مأساة عبارة السلام 98 وماتوا البشر بيها، راحوا كثير من الناس قدموا شكاوي على ممدوح اسماعيل صاحب السفينة، وللأسف انه تم تبرئة ممدوح اسماعيل واعطاؤه فلوس عن التأمين اللي خسروا بالسفينة. والمتهمين ممدوح اسماعيل محمد علي عمرو ممدوح اسماعيل محمد علي ببراءته مما اسند اليهم وبحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة رفعت الجلسة. فالناس احتجت واعتصمت لهم، هذا عام 2007.
ففي عام 2009 تم الحكم على ممدوح اسماعيل بالسجن لمدة 7 سنوات. بس على منو؟ ممدوح اسماعيل اصلا في عام 2006 هرب هو وابنه الى لندن. بالنهاية انا اشكرك لانك شاهدت الفيديو. هذه كانت قصة كارثة عبارة السلام 98 والسلام ختام. عراق الحضارة رسم نحت طرب، جهز العصارة ويا عبد الحق تلقى كل المعلومات، نشهد راس أعمال حياة وفاة. برو 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 فايل، برو 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 فايل.